مشاهدين كويت سبورت، مساكم الله بالخير، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أجيالنا. حلقة هذا الأسبوع راح نخصصها لمنافسات دوري الشباب. يمكن الأسبوعين اللي طافوا كانت فترة اختبارات للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، عشان كذي يمكن ما لعبوا منافسات دوري الأشبال ومنافسات دوري الناشئين. في البداية رحب في محللين أجيالنا، الكابتن صالح بريتي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخي عبد الله، وحياك الله. الله يحييك. كابتن أحمد موسى، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، أمسي عليك وعلى سادة المشاهدين وعلى كابتننا بصراحة. ممكن بالحلقات اللي طافت دائما نحط مباراتين عن دوري الشباب. الناس كانت تقول ليش دوري الشباب مهضوم حقه، ليش ما تغطوا لهم أكثر أو تعرضوا لهم مباريات أكثر. حلقة اليوم خصصناها كاملة لهم. عبد الله، يعني يمكن بحكم زحمه خلينا نقول يعني المباريات الناشئين والشباب والاشبال، يعني اعتقد يعني قاعد كثر ما نقدر قاعد نعطي لكل حق حقه على قولتهم مثلا، لكن احنا يمكن مقصرين، لكن بحكم البرنامج مدته يعني المده اللي تحكمنا، ضغط المباريات اللي صارت في الاسابيع اللي فاتت عقب العطله الربيعيه، صح. اعتقد يعني مو هو قصور منا كثر ما هو مثلا حكم البرنامج اللي يعطينا، يعني قاعد ناخذ من كل المباريات يعني من كل فئه جوله مثلاً مباراة. يمكن كابتن أحمد، إحنا يعني عقب ضغط المباريات وضغط الجدول من قبل الاتحاد، قاعد نشوف أن فئة الأشبال وفئة الناشئين يلعبون مباراتين بالأسبوع، بالمقابل فئة الشباب يلعبون مباراة واحدة بالأسبوع. طبعاً يعني مثل ما قلت، الأسئلة كانت كثير على 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 دوري الشباب تحديداً، أن يعني مهضوم حقه، هو مهضوم حقه، هو قدر الإمكان حق نحاول نغطي كل الدوريات. يمكن دوري الناشئين والشباب بديك الفترة مثل ما تفضلت إن كان في مباريات أكثر، في كثافة أكثر، فكنا نحاول نغطي. وتدري أهم يعني صراحة الإخوان مشكورين القائمين على البرنامج، يعني قاعد يحاولون كثر ما يقدرون إنه يغطون كل الفئات بكل المباريات، لكن عقلتهم يعني الإيد قصيرة والعين بصيرة يعني. فنتمنى ان شاء الله حلقه اليوم عوضناها. اي طبعا عوضناها، مجبورين، لان بحكم انه ما في دوري اشبال دوري ناشئين، واحنا ودنا بالعكس، احنا ودنا نخصص حلقه حق كل فئه، لكن يعني هذه الامكانيات اللي احنا قاعد توفر لنا، وقاعد على ضوء الامكانيات قاعد نحاول نغطي اكبر عدد المباريات. غير كذي احمد عبد الله، يعني حتى المباريات لو بتغطيها كلها ما تقدر حتى لو بيوم واحد، لان كلهم يلعبون بوقت واحد، يعني 6:30 او 6:30. ناخذ ابرز المباريات. ناخذ ابرز المباريات بالضبط. جميل. مسابقه اهداف اجيالنا، هذه المسابقه الاسبوعيه اللي نظمها حساب مواهب كرة القدم الكويتية بالتعاون مع برنامج أجيالنا. يمكن كل أسبوع يكون عندنا 3 أهداف يختارون، طبعاً الطريقة الجديدة اللي صارت من حلقة الأسبوع اللي طاف، قسموا الأهداف والتصويت ل4 فئات. يمكن أحمد موسى ياخذ 20% ويصوت على 20%، ايضا كابتن صالح بريتي صوت على 20%، اللجنه الفنيه المتخصصه بالحساب تصوت على 20%، وايضا 40% لتصويت الجماهير عن طريق وضع لايك في حساب مواهب كره القدم الكويتيه في الانستغرام. حلقه هذا الاسبوع وهدف هذا الاسبوع اللي فايز في مساعد لربيعان لاعب بنادي كاظمه في المباراه اللي فاز فيها كاظمه على اليرموك بنتيجه 3-1، هدف جميل وهدف مميز، قدر ياخذ على نسبة 44% من توتال العام للتصويت. أبو محمد، يعني هدف جميل، وكان في منافسين يمكن من القادسية، لكن مساعد ربيعان قدر يطلع المركز الأول. صحيح. يمكن عبد الله نتكلم على 3 أهداف، يمكن 3 أهداف كلهم نفس طريقة اللعب، يعني من تمرينات 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 بعدين الهدف، لكن احنا يمكن
طبعا التصويت يمكن ناس اختلفوا، يمكن اعطوا مثلا عيد الرشيد، يمكن اعطوا سعود يوسف سعود اكثر، يمكن اعطوا سعد ربيعان، لكن اللي فاز اعتقد فوزه اللي هو اللي حق صعوبه الهدف، يعني من ناحيه التسديده يعني كان تمريرات من نص الملعب، ايضا نفس الشيء يوسف سعود تمريرات من نص الملعب، ايضا عيد الرشيد هم تمريرات من نص الملعب واخرتها كانت تسديده، لكن هدف مساعد الربيعان اعتقد اللي اعطاه الجماليه الاكثر صعوبه المكان احمد، يعني كانت يعني من 18 من على جنب وتسديده قويه راحت في الزاويه البعيده، اعتقد هذا اللي كان يعني اعطاه انه يستحق انه يكون افضل هدف في الجوله هذه. صوت حق منه؟ والله صوت حق الثلاثه. انا صوت حق الثلاثه لكن منو الاعلى؟ والله هو ما في اعلى، يعني هو في تساوي، يعني انا صراحه عجبني جول طبعا مساعد وجول الرشيد، يعني الثلاثه جوال حلوين، كل الجوال مثل ما قال الكابتن صالح هم كلهم يتشابهون يعني، لكن جول مساعد اللمسه اللي قبل الجول يعني في صعوبه الكعب وبين لاعبين لعبها كعب، والتمريره الثانيه واعتقد هو خذاها من لمستين، واحده والثانيه شاتها، ففيها يعني فيها حرفنه شوي. ايضا الجول الثاني ايضا من صوب الشمال الشوته جول مشابه عيد الرشيد، عيد الرشيد جول مشابه ايضا. كلهم جوال حلوه صراحه، وكلهم نفس يعني يمكن احنا هالاسبوع غير الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات كان في اختلاف بالجوال، في جول لعب بتمريره، في جول تسديده، في جول لعب بلوب، هالاسبوع الجوال ثلاثه متشابهه، وكانت يعني من الصعوبه ان الواحد يختار افضليه عن جول، لكن انا قستها على مجمل الجمله كامله، اعتقد جول مساعد كان الاجمل. جميل، ننتقل لمنافسات الجوله 18 من دوري الشباب، يمكن مباراه الكويت والجهره قدر الكويت يفوز على الجهره خلينا نقول باريحيه بخمس اهداف مقابل هدف. صحيح، يمكن 5-1 يعني تحكم نتيجه المباراه، يعني اعتقد ان كان الكويت مسيطر على المباراه، الكويت كان هو يعني جاي وعينه خلينا نقول على الفوز، ما يبي يفرط خلينا نقول مطارده نادي القادسيه او انه يخلي القادسيه يبتعد عنه. 5-1 اعتقد يعني توالوا عليها في الشوط الاول، وليد العنزي اول هدف، راضي جمال ايضا سجل الهدف الثاني، ناصر عاشور الهدف الثالث، يعني تخرج الشوط الاول بثلاث اهداف نادي الكويت، اعتقد اعطى اريحيه نادي الكويت انه يدش الشوط الثاني يعني باكثر اريحيه في الشوط الثاني. لما يكون عليك ضغوط وتدش الشوط الاول خلينا نقول وتقول ثلاث اهداف، اعتقد هالضغوط نوعا ما راح تختفي بالشوط الثاني كنادي الكويت. طبعا تختفي، ولكن الشيء المميز بنادي الكويت انه يستغل اللاعبين المميزين عنده، يعني عرف انه يستغل اللاعبين المميزين من الشوط الاول، من ضمنهم يعني راضي جمال مثلا، يعني صراحه شفنا الشوط الاول كان تركيز نادي الكويت كله على اللاعب هذا راضي جمال، لاعب خامه يعني له مستقبل باذن الله، صوب الشمال يراوغ يعدي يصنع يقول، يعني قاعد يسوي كل اللي يقدر عليه، ونشوف حتى يمكن بالشوط الثاني المدرب سحبه قال انه بيريحه، يعني عرفت انه خلاص خذ اللي يبيه بالشوط الاول، فاعتقد ان انت الضغوط هذه اثمرت على 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 جهوزيه اللاعبين داخل الملعب واعطاهم ان يعني الشوط الاول حاولوا ان يخلصون المباراه يختمونها. ابو محمد الكويت عارف ان لازم ما يضيع ولا نقطه، عارف ان القادسيه متصدر، عارف اذا بينافس لازم يفوز خلينا نقول في كل المباريات والاستحقاقات الجايه، فوز على الجهره قاعد نشوف من يمكن 4 أو 5 جولات الكويت ماشي بطريق صحيح. عبد الله يعني الكويت هذا يعني يدل على فيه شغل، يعني شغل اداري، شغل جهاز فني على المدربين على جميع القطاعات، يمكن يعني احنا قاعد نشوف دائما الكويت والقادسيه منافسين، يعني هذا اكيد في شغل من نادي سواء من نادي القادسيه او من نادي الكويت، في شغل موجود جبار يعني من ناحيه اداري او ناحيه فني، يعني اعتقد الكويت مثل ما قلت عبد الله انه في جميع مبارياته قاعد يفوز، يحاول انه ما يفرط ولا نقطه، وايضا عبد الله ما نبخس حق القادسيه، ايضا هو قاعد يحافظ على الفوز وقاعد يحافظ انه يبتعد عن الكويت ويحافظ على كل مباراه انه يدشها انه يعني بروحه بطوله، وقاعد يخلص كل مباراه يعني يحصل برصيده 3 نقاط. جميل، بما انك تكلمت عن القادسيه ننتقل لمباراه القادسيه والساحل، فوز القادسيه على الساحل 4-1، قلنا الكويت يمكن ما قاعد يفرط بالفرصه، يبي يحاول يطارد القادسيه، ايضا القادسيه بالصداره ماشي على الطريق الصحيح وما يبي يضيع اي نقطه. شوف اخوي عبد الله، احنا في بدايه يعني في بدايه الدوري قلنا راح تنحصر المنافسه بين القادسيه والكويت كالمعتاد كالمواسم اللي فاتت، وفعلا يعني كان توقعنا محله، شفنا الحين اليوم احنا قاعد نشوف في الجولات الاخيره ان المنافسه منحصره، وفعلا يعني الفريقين يستاهلون يكونون في هالمركز، يمكن الكويت حصلت له ظروف بعدت يعني شوي عن المنافسه، يمكن اعتقد لو مو الظروف اللي صارت كنا راح نشوف في تعادل في النقاط بينهم. الفريقين هم الابرز الاقوى، تحس انه قاعد مثل ما قال كابتن صالح في شغل قاعد يشتغلونه الجهاز الاداري، الجهاز الفني، ايضا من اللاعبين داخل الملعب. القادسيه فريق بطولات، الكويت ايضا فريق بطولات، واعتقد انه
راح تنحصر المنافسة للنهاية بينهم. جميل. أبو محمد، مباراة القادسية والساحل شوط أول خلينا نقول مريح للقادسية، قدر يسجل فيه 3 أهداف. عبد الله، يعني اللي دل هذا يدل الناس ما يتكلم عن نادي الكويت داش المباراة إنه ما يبي يكون يعني النتيجة تخرج، خاصة يعني يكون فريق القادسية أي فريق إباري أو الكويت أي فريق إباري دائما يحط بباله الفريق الخصم اللي قدامه إنه يعني قاعد يدافع ويتكتف خط دفاع، فتصعب عليه الامور اذا مشى على الوقت او دش الشوط الثاني نتيجه 0-0 فيكون تحت ضغط. فاعتقد الفريقين القادسيه والكويت، احنا نتكلم عن القادسيه، يعني دش نفس ما دش الكويت في الشوط الاول انه مركز في المباراه يبي يخلص المباراه من الشوط الاول. هذا اللي حصل عليه، سجل في الشوط الاول 3 أهداف توالوا عليها عيد الرشيدي هدفين وهدف يوسف سعود. خرج ايضا الشوط الاول يمكن نتيجه 3-0 نفس ما خرج نادي الكويت، مما اعطى اريحيه ايضا في الشوط الثاني انه يدخل نادي القادسيه وهو يكون مرتاح برصيده 3 أهداف وضامن النتيجه. جميل. اذا بنتكلم عن دور المدرب يعني كقادسيه او كنادي الكويت، بس خلينا على القادسيه بما اننا قاعد نتكلم عن مباراه القادسيه والساحل، المدرب شلون يوجه اللاعبين؟ شنو يقول حق اللاعبين قبل المباراه، خصوصا اذا لعبوا يا فريق يعني خلينا نقول اقل منا مستوى او فرق بينهم في سلم الترتيب، فريق بديهيا الفريق اللي قدامنا نوعا ما راح يدافع. نعم. شوف، طبعا قبل ما نتكلم عن دور المدرب خلينا نتكلم عن احساس اللاعبين بالمسؤوليه. احنا قاعد نشوف لاعبين الكويت لاعبين القادسيه قاعد يشوفون المباراه وهم بهالعمر بهالسن بدوري الشباب، وهو عنده الاحساس بالمسؤوليه وعنده احساس ان هذه المباراه حاسمه بالنسبه لي وانا في المراحل الاخيره من الدوري، فلازم انا احط كل اللي عندي. هذا قاعد نشوفه من خلال ادائهم. بالمقابل نشوف دور المدرب من خلال التشكيله، من خلال حتى الاداء داخل الملعب. يعني اعتقد ايضا دور الجهاز الاداري هم له دور، كيف يتعامل نفسيا مع اللاعبين، شلون يحضر اللاعب نفسيا. هذا صراحه يعني قاعد نشوف احنا بشكل ملاحظ نادي القادسيه ونادي الكويت انه قاعد يهيئون كل الظروف بحيث ان اي خساره لاي نقطه من الفريقين راح تعتبر ان يعني سواء الكويت اذا خسر بيبتعد والقادسيه اذا خسر راح يقرب الكويت له. فاعتقد ان دور المدرب ودور الجهاز الفني والجهاز الاداري واضح في كيفيه التعامل مع المباريات الاخيره هذه. جميل. ابو محمد، شوط اول 3-0، شوط ثاني اعتقد توقعنا ان تزيد الاهداف، توقعنا المباراه خلاص انحسمت للقادسيه. اللي صار بالشوط الثاني هذا مثل ما قلت عبد الله، يعني هي المباراه انحسمت نادي القادسيه من الشوط الاول. الشوط الثاني القادسيه حاول ان يعني يسجل زياده الاهداف، كان مستحوذ على الملعب، سجل هدف وحيد في يمكن واكتفى فيه هدف الرابع مما اعطى اريحيه اكثر. يمكن الساحل يمكن يعود 3-1، يمكن يسجل هدف في اول دقائق يمكن يضيع شوي حسبه نادي القادسيه بحكم 3-1 يمكن يقوي تعادل او اي خطا يصير، يعني هدف ثاني وثالث. لكن بعد الهدف الرابع اعتقد هو مسيطر على المباراه نادي القادسيه، اعتقد اكتفى بالهدف الرابع عبد الله وكان مقنع في اداء داخل الملعب. نادي الساحل عاد عن طريق هادي الحربي هدف خلينا نقول التغريس 4-1، لكن ما كان في يعني خلينا نقول يعني امل ان نادي الساحل انه يعود او انه يقلب نتيجه على نادي القادسيه. الساحل قدر يقول، يعني اعتقد لو فاتحين اللعب وضغطين على القادسيه من بدايه المباراه كان ممكن الجول هذا كان في بدايه المباراه او في الشوط الاول. والله لا الشوط يعني عفوا يعني قاطعتك، انا ما اتفق معك صراحه. يعني يمكن لو فاتحين اللعب يمكن راح تكون الغله اكثر من 4، يمكن الشوط الاول يمكن خساره تكون ثقيله. يعني يمكن قول الساحل كون انه خلاص انت اللاعب، يعني اللاعب من داخل الملعب انت عارف كابتن صلاح يدري، يعني لما انت تكون مقول 3-4 أقوال يحوشك نوع من الخمول، نوع من التراخي، نوع من خلاص الاطمئنان على النتيجه. فيبتدي حتى اللعب يعني يكون في نوع من الاستهتار، في نوع من التفنن، اللاعب كل لاعب يبين مهاراته. فاعتقد هذه اللحظه هاي يمكن يستغلها الخصم، يمكن استغلوها نادي الساحل بهاللحظات قول وقول. لكن نادي الساحل يعني طبعا نادي احنا كله كل الاحترام يعني، لكن بحكم المستوى بين نادي الساحل والقادسيه اعتقد انه ما يقدر يفتح مع اللعب، يعني اذا فتح اللعب راح ياكل الاقوال اكثر. جميل. الكويت فوز مريح على الجهر، القادسيه ايضا فوز مريح على الساحل، لكن المباراه الثالثه في هذه الجوله السالميه والعربي يمكن مباراه كانت احداثها مميزة، مباراة جول بجول، مباراة كانت متكافئة بين الفريقين. صحيح عبد الله، يمكن يعني شتان ما بين المباراتين اللي طافوا ومباراة السالمية والعربي. يمكن يعني مباراة بدت سريعة، سجل السالمية في أول 6 دقائق هدف، أيضا بدت سريعة العربي سجل بعدها ب5 دقائق، العربي عاد عن طريق سلمان عبد النبي سجل هدف التعادل. المباراة كانت خلينا نقول يعني مو منتهي من الشوط الاول مثل ما شفنا العربي عفوا القادسيه والساحل والكويت والجهره، بالعكس يعني 1-1 بدايه المباراه كانت سريعه عبد الله. دش الشوط الثاني عبد الله الفريقين هم كان الشوط الثاني سريع، رد السالميه سجل الهدف الثاني له في الدقيقه 22،
العربي كان اللي ينطر كل واحد يقول وهو يعد النتيجه. العربي بعدها بثلاث دقائق رد وسجل عن طريق احمد القلاف هدف التعادل 2-2. لكن بعدها اعتقد يعني لياقه العربي وخلينا نقول جهوزيه العربي وحكم مركز العربي في الجدول هي اللي اعطت حافز العربي انه يكون افضل من السالميه في خلينا نقول بعد التعادل 2-2 اللي اتوا في هدفين وانتهت النتيجه 4-2. جميل. اللي صار حق السالميه وشنو اللي سواه العربي في هذه المباراه؟ 1-0 السالميه يتعادل العربي، 2-1 للسالميه يرد يتعادل العربي لين قدر ياخذ المباراه. والله شوف يعني اول شيء احنا فوز العربي بالنتيجه مو معناته انه يعني كان الافضل او انه مثلا الفريق الاقوى، خصوصا يعني مع احترام الشديد لنادي السالميه، نادي السالميه هالسنه في هالمرحله بالتحديد ما طلع بالصوره المطلوبه منه. فريق يعني الجوله الماضيه مغلوب بنتيجه كبيره والجوله اللي قبلها فريق عنده نقص في هالمرحله تحديدا مرحله شباب نادي السالميه، يعني عنده مشاكل في هالمرحله، عنده عدم توفر لاعبين كافيين، قاعد ياخذ من المرحله اللي تحت مرحله 17 سنه. فاليوم النادي العربي لما تدخل مباراه مع نادي السالميه وفريق يعني اعتقد ان في 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 ذيل الترتيب في 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 المرحله هذه التاسع. يعني ايه يعني فريق مو بعيد عن المنافسه نهائيا، وحتى بضوء النتائج اللي يقدمها، فانك انت تدخل المباراه وانت في ترتيب اعلى وفي ترتيب الثالث او الرابع، فيفترض انك انت اليوم تحسم المباراه من البدايه، كون مثل ما سوى نادي القادسيه، مثل ما سوى نادي الكويت، ان الناس اللي قاعد تنافس على البطوله لازم انت تدش تنافس على البطوله فانت تحسمها. لكن انت تنطر الفريق الخصم، يعني مو ولا هو قصوره بنادي السالميه، لكن هالسنه نادي السالميه ما ظهر بالصوره اللي معروفه عنه. فاليوم انت تنطر انه اذا قول عليك جول ونادي السالميه قول الثاني وتبي تعادل النتيجه، فاعتقد النادي العربي فيه علامه استفهام كبيره في المراحل الاخيره، خصوصا ان انت كنت بتصدر في مرحله يعني في مرحله من الجولات السابقه، واليوم انت قاعد تحاول انك انت تفوز او تتعادل، فاعتقد في مشكله في الفريق. بالاضافه عبد الله يمكن الى كلام احمد، يعني اليوم ما ادري فينا نقاطعك كل مره. لا خذ راحتك تمونون. يمكن الله يسلمك ان شاء الله. متحمسين اليوم. اي فيمكن حتى عبد الله العربي والسالميه اكيد لا يمكن السالميه عبد الله يمكن يعني هو صدقنا خسر 4-2 في المباراة هذه، لكن اعتقد يمكن تلاشى اخطاء احمد مع مباراته مع نادي القادسية. يمكن شفنا القادسية كانت نتيجة 2-0 الشوط الاول، دش الشوط الثاني فاتح اللعب، سجلوا على القادسية 6 اهداف وكان الفريق متباعد. يمكن يوم شفناه سجل هدف واعتقد انه ما جازف تم مترابط يعني خطوطه مترابطه. العربي تعادل، رد السالمية سجل، حتى عبد الله تسجيل العربي بالدقيقة 40 الهدف الثالث عن طريق اللاعب عبد العزيز اسامة كان بالدقيقة 40، والهدف الرابع كان بالدقيقة 44 عن طريق عبد الله حسن. فاعتقد يعني حتى بعد الهدف الثالث يمكن السالمية يمكن ما فتح، يعني الملعب يمكن اخذ درس من لعبة القادسية اللي 2-0 وفتح الملعب وكلا 6 اهداف. اعتقد ان مباراة العربي يمكن الكابتن احمد قال كل العربي المفروض يكون داش ويبي يخلص مباراة الشوط الاول، لكن يمكن خسارة السالمية في المباراة اللي فاتت هي اللي عطت صعوبة لنادي العربي انه يخلص المباراة بالشوط الاول. يعني قاعد يقول السالمية ليش ما خلينا نقول سكر منطقة الدفاع على الأقل يحافظ على الجول. عبد الله يعني مرتين تقدم. لا شوف يعني لما تقدمت مرتين أنا أعتقد العربي هم كان ضاغط في المباراة، يعني العربي يبي تكون المباراة من صالحه بحكم إنه ما يبتعد وخسر نقاط زيادة. أعتقد العربي كان ضاغط، لكن القادسية السالمية كان خلينا نقول قالغ منطقة الدفاع بشكل صحيح بشكل منظم، لكن حتى الأهداف اللي قلنا دقيقة 40 دقيقة 45 في آخر الشوط الثاني. هني الضغوط خلينا نقول قبل المباراة على منو؟ السالمية بعيد عن المنافسة، السالمية مو مطالب بشيء، فريق يعني خلينا نقول بالمركز التاسع، بالمقابل العربي ينافس على اللقب، العربي في المركز الثالث، منو اللي داش المباراة خلينا نقول ومضغوط أكثر؟ طبعًا بلا شك العربي هو مضغوط أكثر، يعني فريق يعني قاعد ينافس، فريق كان في يوم من الايام او في جوله من الجولات كان هو متصدر وقام يتراجع، يعني احنا قاعد نشوف العربي جوله عن جوله قاعد يتراجع مستواه حتى مستواه، يعني شوف احنا ما نقيس الفوز 4-2 ان العربي خلاص قدر انه يوصل، لا قاعد في تراجع من مستوى. فاعتقد العربي كان واضح اصلا الضغط اللي عليه والضغط اللي كان داش فيه العربي ولاعبين العربي اسفر عن الهدف حق السالميه، لانه كان الفريق مضغوط، فريق يبي يفوز بشكل سريع، فتلقى يعني مرمى هدف. السالمية عكس تماما، يعني السالمية داش اوريدي جاي من خساره كبيره، اوريدي مثل ما تفضلت المركز التاسع، ما عنده ذيك الضغوطات ولا عنده يعني الطموح انه والله بياخذ الدوري، فداش هو يبي يحافظ، يبي يلعب، يبي يستانس، عرفت؟ وقدروا انه يسجلون هدف، قدروا انه يسكرون، قدروا انه يعني على الاقل انا بوجهه نظري انه طبقوا جزء بسيط من اللي قاله لهم المدرب،
من الحكم اللي شفناه داخل الملعب، من حكم التسكير، من حكم انه كان يعتمد على الكره المرتده، فاعتقد العربي كان هو المضبوط اكثر وقدر يمكن يعني انه يعدل النتيجه في مثل ما قال كابتن صح في الدقائق الاخيره. جميل، مبارك حق العربي ومدرب الكابتن ميثم الشطي، ونقول هارد لك لنادي السالميه. راح نطلع فاصل مشاهدينا الكرام، ومن بعد الفاصل نستكمل معاكم منافسات دوري الشباب. وصلنا لمنافسات الجولة 19 من دوري الشباب، مباريات كانت مميزة، مباريات بعضها كان مباريات قمة بين فرق يمكن تنافس على الصدارة. إذا بنتحدث عن المباراة الأولى، مباراة الكويت وكاظمة، يمكن الكويت صاحب المركز الثاني وأيضا كاظمة صاحب المركز الرابع، بينهم 3 نقاط، كانت مباراة مميزة. صحيح عبد الله، يمكن شفنا مباراة يعني النتيجه كانت 2-0 لنادي الكويت وكان يستحقها بالامانه احمد، يعني يمكن شفنا الشوط الاول الكويت كان مسيطر. ما نبي ندش بالتفاصيل عشان بنشوف التقرير ان شاء الله. بشكل عام الكويت في المركز الثاني، كاظمة في المركز الرابع، كانوا متساويين بالنقاط قبل المباراه. صحيح عبد الله، بحكم ان كاظمة كان فايز في الجوله السابقه والكويت ايضا فايز في الجوله السابقه. صحيح. مثل ما تقول يعني المباراه هذه كانت مثل ما تقول فك الشراكه، تحديد مراكز ان الكويت يحاول انه ما يعطله كاظمة حتى بالتعادل، وكاظمة ايضا ما يبي الكويت يعطله حتى بالتعادل، كان الفريقين يطمحون للفوز، هذا اللي شفناه يمكن بالمباراه. هذه المباريات دائما تشد خلينا نقول المشاهد. طبعا يعني مباريات يعني تشد، ومباريات لها طابع خاص، خصوصا لما تكون في تعادل في النقاط، في منافسه، في نديه، نشوف حتى اداء اللاعبين يكون في نوع من الاداء الرجولي، يعني عرفت، لان تدري انت مثل ما تفضلت يعني اي 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 فوز او اي تعادل راح يخلي الغاسيه يبتعد، حاله الفوز انا راح اقرب على الغاسيه، فاعتقد كانت مباراه يعني فيها نواحي فنيه كثيره يعني. جميل، ننتقل للتقرير في قمه الجوله 19، الكويت يتغلب على كاظمة في هذا التقرير. ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الشباب، الكويت يواجه كاظمة في لقاء من العيار الثقيل. النصف الأول من اللقاء شهد عدة هجمات من الطرفين، لكن دون أن تهتز الشباك، فدفاع الفريقين كانا حاضرين في أغلب الهجمات ليمنع أي هدف، حتى أتت الدقيقة 41 ليسجل فواز العنزي هدف الكويت الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد. ومع انطلاقة الشوط الثاني بدأ كاظمة بشن الهجمات بحثاً عن هدف ليعيد به آماله في المباراة، ولكن دفاع العميد حال دون ذلك. وفي الدقيقة 60 ومن هجمات مرتدة سجل اللاعب مشعل العنزي هدف الكويت الثاني ليعزز به الفارق ويحسم المباراة قبل أوانها، لكن كاظمة لا زال يهاجم بحثاً عن هدف لتقليص الفارق. وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة أضاع مهاجم نادي الكويت ناصر عاشور فرصة بعد أن سددها بعيدة عن المرمى، لتنتهي المباراة لصالح نادي الكويت بفوز مستحق بهدفين مقابل لا شيء. جود لك للكويت، هارد لك لكاظمة. ابو محمد مستعد، تبي تتكلم على المباراه؟ اخذ راحتك الحين. توكل على الله. يمكن عبد الله تكلمنا، يمكن الكويت فاز بنتيجه 2-0 وكان يستحقها بالامانه في المباراه هذه. الكويت بدا الشوط الاول كان عامل الهواء احمد يعني مساند نادي الكويت، استفاد من عامل الهواء، يومها كان في هواء تارس يعني في المباراه،
كان مسيطر على الشوط الاول. عبد الله الكويت كان ضاغط على نادي كاظمه، ما خلى نادي كاظمه يصعد لي خلينا نقول وسط ملعبهم، وايضا يعني عامل هوا كان خلينا نقول مساعد نادي الكويت، لكن مع خبرات نادي الكويت مع يعني خلينا نقول الفنيات الموجوده استغل يعني صار شيء خلينا نقول زياده عليهم اللي هو عامل الهوا. الكويت كان يمكن يستغل ناحيه الشمال مثل ما تفضل اخوي احمد، يمكن راضي جمال كان شاغل الجهه الشمال بشكل ملحوظ، وكان شاغل يعني باكات خلينا نقول نادي كاظمه، وكذا فرصه يعني اتت عن طريق اللاعب راضي جمال بالامانه، يعني كان فرص محققه، لكن كان خلينا نقول يفقدون اللمسه الاخيره، وغير كذي كان بعد مرات تكون هو يفقد خلينا نقول التركيز بالكروس او التركيز في الباص بالعرضيه في خلينا نقول داخل منطقه 18. يمكن اخطر كره في الشوط الاول عبد الله مع استحواذ نادي الكويت، لكن كانت اخطر كره، كانت كره عرضيه بالراس انقذها حارس نادي كاظمه بدقيقه 18، لما كان هدف محقق انقذها خلينا نقول رده فعل كانت ممتازه من حارس نادي كاظمه. لكن خلينا نقول في دقيقه 24 ايضا اتت فرصه لنادي الكويت عن طريق ايضا عرضيه من اللاعب ايضا راضي جمال، لكن خلينا نقول المهاجم ما استغل الاستغلال الصحيح، يمكن الهوى غير اتجاه الكره، يعني كان يبشوتها على الطاير او كان يلعبها بالراس، لكن ما استغل استغلال صحيح اخرجت، كان ايضا يعني يكون هدف محقق. لكن في دقيقه 26 خلينا نقول سجل نادي الكويت، عفوا نادي الكويت سجل في دقيقه 45 في نهايه الشوط الاول، سجل عن ترجم افضليته، ترجم افضليته في اخر دقيقه في الشوط الاول عن طريق اللاعب فواز العنزي، سجل الهدف الاول اللي كان يستحقه الكويت كان يبحث عنه في الشوط الاول. جميل، الكويت حاول اكثر من محاوله وقدر انه يسجل الهدف الاول. كاظمه وينه كان في هالشوط؟ طبعا كاظمه شوف يعني احنا خلينا نكون واقعيين، الكويت يملك الافضليه من ناحيه العناصر، من ناحيه التمركز داخل الملعب، من ناحيه الانتشار، كان هو عنده الافضليه يعني ومسيطر على الشوط الاول بمجمله، يعني عرفت يعني حتى الضغط هذا اللي عمله نادي الكويت اسفر بالدقيقه الاخيره، يعني في الدقائق الاخيره من الشوط الاول، هذا دلاله على كان ضغط الكويت وكان عنده الحافز انه يبي يسجل، كانت عنده يعني نقول عنده القابليه اكثر للتسجيل من نادي كاظمه. يمكن نادي كاظمه كان قاعد يحاول انه يستغل يمتص حماسهم بالضبط، اندفاع الكويت وحماسهم واندفاعهم للتسجيل ويبي يلعب على المرتده، لكن ما قدر يعني يوصل حق الهدف هذا. نادي الكويت كنا قاعد نشوفه قاعد يعني يهاجم بضراوه على قولتهم من الاطراف من العمق من التسديد، كان قاعد يحاول انه يسجل، وفعلا كثر يعني على قولتهم بالعاميه كثر الدتش في الحام قدر انه يسجل في الدقائق الاخيره. واعتقد ايضا نادي كاظمه فقد التركيز، احنا في الدقائق الاخيره من الشوط الاول شفنا نادي كثرت اخطاء لاعبي نادي كاظمه من كثر ما كان في ضغط عليهم، فقدوا تركيزهم وبالتالي يعني تقبلوا هدف في مرمى. نقدر نقول الكويت فاجأ كاظمه، كاظمه ما كان متوقع المباراه تصير كذي، توقع يمكن بما انهم اثنينهم في سلم الترتيب متعادلين نفس النقاط، توقعنا يمكن او كاظمه توقع ان المباراه تصير فيها بالشوط الاول جس نبض خلينا نقول من قبل الفريقين، لكن الكويت فاجأ كاظمه وهاجم مره. ما اعتقد عبد الله، يعني كاظمه عارف امكانيات نادي الكويت وعارف ان الكويت جاي للمباراه هذه ما يبي يفرط بالفوز، مثل ما كاظمه هو ما يبي يفرط بالفوز، لكن كاظمه ما قال احمد يعني عابه كان يعني كان بالامانه عندهم هجوم رقم 12 نادي كاظمه كان هجوم متحرك، لكن ما كان يلاقي المسانده من اللاعبين الاخرين سواء اللاعبين الوسط او الهجوم الثاني، كان مزعج في يعني ذكر بالامانه ذكرني بلاعب فهد الفهد، يعني نفس الستايل فهد الفهد، بنيه جسمانيه ما شاء الله كبيره، امكانياته وايد زينه، لكن ما كان يحصل المساعده من زملائه في المباراه. لكن نادي كاظمه ما اعتقد انه كان يعني كان يعني متوقع ان نادي الكويت انه يدافع او انه كان يتحفظ في المباراه، اعتقد انه كان حاسب حساب ان نادي الكويت جاي يعني وعين على ثلاث نقاط على الاقل، يمكن توقع ان اللعب يصير في نص الملعب خلينا نقول. هو طبعا اللعب عشان اللعب يصير في نص الملعب هذا يعتمد على لاعبين الوسط بشكل اكبر، يعني عرفت ان انا شلون اتحكم في زمام الامور، احنا دائما نقول اللي لاعبين النص اللي يعني اللي يكون عنده الافضليه هو راح يتحكم في مجرى المباراه، وكان هذا بالضبط اللي صار بالنسبه لنادي الكويت، كان لاعبين نادي الكويت في منتصف الملعب كانوا هم عندهم الافضليه، كان عندهم التمركز الجيد، الانتشار الجيد، وقدروا يتحكمون في الشوط الاول، وبالتالي كانت هم عندهم الافضليه واجبروا ترى نادي كاظمه يمكن مو داش المباراه تبي يدافع، لان نادي كاظمه عنده 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 يعني عنده مجال انه يدش في المنافسه، وما اعتقد ان فريق نادي كاظمه داش المباراه انه عينه على التعادل، لا كان هو يبي يفوز بعد،
لكن لاعبين الكويت اجبروا نادي كاظم على الرجوع. طريقه لعبهم، طريقه انتشارهم، عملوا يعني برسك من بدايه المباراه. من وايضا عامل الهواء احمد يعني طبعا اي وعامل الهواء عامل كان فعلا ذاك اليوم كان صعب صعب يستخرجون كاظم الكره اللي وسط الملعب بحكم كان الهواء عبد الله يعني قوي، حتى الضربه المرمى ما كانت توصل لنص الملعب يعني. الشوط الثاني تغير الهواء صار وياهم بدل ما كان ضدهم. هذا اللي كنت انا اتوقع ان كاظم يعود احمد للمباراه ولا كسر الهواء لا 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 نفس الشيء ما كسر. هذا اللي توقعنا ان كاظم يعود بحكم ان الشوط الاول كنا يعني لا مبرر خلينا نقول بتراجعه، الكره ما توصل لفوق بحكم الهواء الغوي اللي كان موجود، وايضا خلينا نقول امكانيات نادي الكويت. لكن الشوط الثاني توقعت ان نادي كاظم يعود بحكم ان الحين يساند الهواء ويعود للمباراه ويهاجم وخسران 1-0 يعني توقعنا انه يعود. لكن عاب نادي كاظم اعتماده على الكور الطويله في الشوط الثاني، اكثر كور في وسط الملعب كانت غير تركيز، كان دائما مقطوعه ويعني والتمريرات كانت يعني بسيطه يعني من زميل لزميل، كانت ما كانت دقيقه يعني كانت تنقطع، وهذا اللي سجل منه نادي الكويت الهدف الثاني. يعني كان باص بوسط الملعب من زميل لزميل يعني يبعد عنه يمكن 3 متر ولا مترين، لعبها حق لاعب نادي الكويت، سكن لاعب الكويت لعبها خلف الدفاعات اللاعب مشعل العنزي، انفرد مشعل العنزي في حارس المرمى ولعبها في الزاويه في تخصص في الردات اي بالامانه يعني يدل الجول، لاعب يعني فنان وريله حلوه على الجول، لعبها من تحت الحارس سجل منه الهدف الثاني، وكان خطا بسيط المفروض ما يخطئ لاعب خلينا نقول في هالمرحلة هذه وسط الملعب وبين زميلك يعني 203 متر ولعبها حق لاعب نادي الكويت ومن اللي تسجل الهدف. حاول كاظم يعود لكن الكويت ما اعتمد على الكرات الطويله بحكم عامل الجو، كان ينغل الكرات يسلم من ريل لريل في وسط الملعب لين يوصل لمنطقه الهجوم، وخلينا نقول كان في اخطر الكرات، كان اخطر من كاظمه في الشوط الثاني. كاظمه عابه اللعبات الطويله وغير مركزه، يعني اللعبات الطويله كانت غير مركزه، وايضا التمريرات في وسط الملعب عبد الله مثل ما قلت ما كانت مركزه، كانت تنقطع من اسهل الكرات. الكويت بالعكس كان ينقل الكره ببساطه في وسط الملعب من دفاع لنص الملعب لي ايضا للهجوم، ما كانت تنقطع من الكره، كان منظم نادي الكويت، كان حاسب حساب نادي كاظم احمد انه يكون عامل هوا راح يكون عليه عكسي عكس ما كان في الشوط الاول، عرف يتعامل مع الظروف خلينا نقول خبره لاعبينه وخبره مدربهم عبد الحميد العسعوس اعتقد اكيد وجههم في بين الشوطين ان الهواء الحين ضدكم، لا تلعبوا الكره الطويله، اعتمدوا على الكره القصيره اللي بالارض. تسرع كاظم في بدايه الشوط الثاني، هذا طبعا هذا احنا ذكرناه، احيانا تدش المباراه وفي طيش، وكان فعلا واضح الشوط الثاني كان تبي تعوض بسرعه بالضبط، كان في اندفاع، كان في تسرع، كان في طيش، الطيش هذا كان يسفر عن دائما تمريرات خطا من الزميل مثل ما قال كابتن صالح، تمريرات بسيطه جدا، ونشوف الزميل يعني الزميل للزميل مو قادر يوصل الكره للاستعجال، يبي يرجع يعود المباراه بشكل سريع، مما ادى الى هدف ثاني. طبعا لما الكويت سجل هدف ثاني اعتقد ان كاظمه لاعبين كاظمه تحديدا طلعوا برا المباراه، بدا يصير في يعني لعب فردي، كل واحد يبي يحاول انه هو يعوض، يحاول انه هو يسوي اللي يقدر عليه، صار في طيش نادي. وبالمقابل شفنا في تعاني في نادي الكويت، في لعب مثل ما قال كابتن صالح من الريل للريل، يحاول انه يسكر ويلعب على 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 الكره المرتده، لكن اللي هي مو الكره المرتده الطايشه للكره طويله والحق الكره لا. فاعتقد ان نادي الكويت قدر يتعامل صح مع المباراه من خلال الجهاز الفني والجهاز الاداري. جميل، مبارك لهم اكيد نادي الكويت، وايضا نقول هارد لك لنادي كاظمه. رباعيه قد سويه في حوالي جعلت الاصفر يستمر في الصداره في هذا التقرير. على استاد محمد الحمد وضمن مباريات الجولة 19 لدوري الشباب تقابل نادي القدسية المتصدر مع نادي اليرموك. شوط المباراة الأول ينطلق ومعه بدأت الهجمات من الطرفين، وكانت أخطر الفرص تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سددها لاعب القدسية محمد سالم وتجاوزت حارس مرمى اليرموك علي درويش، ولكنها ارتطمت في العارضة.
وكاد أن ينتهي الشوط الأول سلبيا، إلا أن مهاجم القدسية المتميز يوسف سعود أبى ذلك، حيث انطلق قبل نهاية الشوط الأول بدقائق وراوغ مدافع اليرموك إثر هجمة عكسية، وباغت حارس مرمى اليرموك بتسديدة سريعة مرت من تحته لتستقر في مرماه معلنة تسجيل الهدف الأول في المباراة. ودخل القدسية الشوط الثاني وفي نيته حسم النتيجة لصالحه وإدراك النقاط الثلاث، وأثمر ضغط القدسية في الدقائق الأولى فرصا متعددة كان أشدها خطورة التسديدة القوية التي أطلقها لاعب القدسية رضا هاني وتصدى لها حارس اليرموك. تلاه بعدها بقليل يوسف سعود مهاجم القدسية بفرصة محققة وانفراد أضاعه وسدد الكرة لتمر بجانب القائم الأيمن لمرمى اليرموك. ورغم الفرص الضائعة استمر ضغط القدسية بإصرار ليترجم هذا الضغط إلى هدف برأس نجم اللقاء يوسف سعود إثر كرة عرضية مسجلا هدفه الثاني في اللقاء لصالح القدسية. وتابع يوسف سعود تألقه وأكمل الهاتريك بعد متابعته لتسديدة زميله عيد الرشيدي التي ردها علي درويش حارس المرمى لتسقط الكرة أمام يوسف الذي استحوذ عليها ليسددها أرضية قوية في المرمى ويكمل بذلك الثلاثية. وفي الدقائق الأخيرة سجل اللاعب حسين مظفر الهدف الرابع للقدسية لينتهي اللقاء برباعية قدساوية. جود لك للقادسية، هارد لك لليرموك. يعني القادسية متصدر أبو محمد، توقعنا المباراة تكون سهلة بالنسبة لا خلنا من النتيجة. إذا بنشوف مجريات الشوط الأول، الشوط أول اليرموك ما كان خصم سهل، القادسية قدر يطلع متقدم هدف واحد. مثل ما تفضل عبد الله، اليرموك ما كان خصم سهل في المباراة هذه، بالعكس يمكن في بداية المباراة كانت في هجمات بالتبادل أحمد لليرموك للقادسية، لكن هنقول بعد مرور الوقت يمكن القدسية سيطر على خلينا نقول الملعب. اليرموك كان عنده محاولات للهجوم، ما كان متكتل في خط الدفاع، ما كان يعني خلينا نقول جاي المباراة انا بقعد دفاع وانطر الهدف يدش علي، لا بالامانه كان مبادر بهجماته في بدايه الشوط الاول. يمكن في اخطر كره في الشوط الاول كان تسديده من محمد سالم من ضربه العارضه لنادي القدسية، هذه خلينا نقول بعدها نادي القدسية رد عن طريق هدافه طبعا يوسف سعود بعد تمريره من زميله ومراوغه الدفاعين وسددها سجل الهدف الاول من تحت الحارس. اعتقد ان هذه يمكن يعني اللي حصل عليه القدسيه في الشوط الاول اللي طلع فيه خلينا نقول يعني مو بالاريحيه مثل ما تفضلت عبد الله. اليرموك كان مقنع في الشوط الاول واحرج نادي القدسيه. جميل، 1-0 في الشوط الاول يريح نوعا ما القدسيه. يريح القدسيه، بس هذا يعكس انه كان اليرموك ند يعني خصم يعني مثل ما تفضلت احنا ما توقعنا ان المباراه تكون سهله. الشوط الاول القدسية يختمها او ينهيها باول ربع ثلث ساعه، ومثل ما عودنا القدسية في اغلب جولاته وفي اغلب مبارياته انه يخلص المباراه من الشوط الاول، لكن تفاجئنا صراحه ان الامانه من نادي اليرموك كان ند وكان خصم وكان قاعد يحاول انه يبادر بالهجوم، ما تغوغع في منطقته وقاعد ينطر والله متى يقولون على القدسية. اعتقد كان ند، وهذا فاجئ على فكرة، يعني هذا يمكن أحد الأسباب اللي فاجأت نادي القدسية وخلتها يعني تايه شوي بالملعب خصوصا الشوط الأول. يمكن بعد ما سجل نادي القدسية في أواخر الشوط الأول، أعتقد الشوط الثاني يمكن كانت له أفضلية أكثر. يعني الشوط الثاني أبو محمد، الشوط الثاني عبد الله القدسية مثل ما قال أحمد نتيجة 1-0 تخوف، يعني بحكم هو متصدر يمكن بأي كورنر ضربة جزاء ضربة حرة يمكن يسجل نادي الكويت بحكم نادي اليرموك، وأيضا نادي اليرموك ما كان سهل يعني في الشوط الأول. القدسية دش الشوط الثاني مركز عبد الله على الهدف انه ما يدش في مرمى هدف نادي القدسية ويحاول انه يعزز الهدف بهدف ثاني، وشفنا القدسية ضاغط احمد على نادي اليرموك في هذا الشوط، لكن يمكن الحارس نادي اليرموك علي درويش يمكن تصدى لكذا كرة من نادي القدسية واستمر الضغط نادي القدسية لين اتى هداف ايضا يوسف سعود عن طريق عرضية بالرأس سجل يوسف سعود الهدف الثاني مما اعطى ثقة لنادي القدسية ورياحية للنتيجة
واستمر هذا الضغط عبد الله، ورد يوسف سعود تسجيل الهاتريك له والهدف الثالث لنادي الغاتسية بعد تسديدة عيد الرشيدي تابعها، يعني هو اللي لعبها عبد الله، هو اللي لعبها لعيد الرشيدي، وعيد الرشيدي اللي سدد وهو اللي تابعها احمد، يعني هذه هم تنحسب له بالامانه انه تابعها من ردت من الحارس وكملها وسجل منها الهدف الثاني والهدف الهاتريك ليوسف سعود في اخر الشوط خلينا نقول الثاني 3-0. اعتقد ان نتيجه مريه لنادي الغاتسيه، اعطت اريحيه، اعطت اريحيه ايضا في الملعب، واعتقد ان احبطت امال نادي الموك اللي شفناه في بدايه الشوط الاول لين اتى الهدف الرابع لنادي الغاتسيه عن طريق اللاعب حسن مظفر عن طريق تسديده برا 18. خلينا نقول انهى ختام الاهداف لنادي الغاتسيه وانهى المباراه لنادي الغاتسيه. جميل. يوسف سعود لاعب يمكن مميز او مثل ما يسمونه جماهير القادسيه سوسه، ابدا في الجولات اللي طافت، لاعب يمكن لعبوا الموسم اللي طاف مع فريق الاول وقدرنا يندمج معاهم، واعتقد سجل هدف او هدفين من خلال المباريات اللي لعبها بالفريق الاول. لما دخل لاعب ويا الفريق الاول عقبها يلعب ب 19، خصوصا انه لاعب يلعب نادي القادسيه، هالشيء يعطيه دفعه معنويه انه يتالق. طبعا شوف هو اكيد بلا شك يعطيه، لكن هذا سلاح ذو حدين، يعني هذا ممكن ترى يعني في احنا شفنا لاعبين حتى على ايام يمكن كابتن صالح يذكر يعني لما يلعب مع الفريق الاول ويرجع مع ربعه يكون شوي متعالي عليهم، يمكن حتى خلال المباريات ما يركض ما يقدم، لكن صراحه قاعد اشوف يوسف سعود ما شاء الله تبارك الرحمن يعني خلال كل الجولات مستوى ثابت، قاعد يحاول يساعد فريقه ما يكون عاله. احيانا النجوميه او انك انت تلعب مع الفريق الاول بهالمرحله صحيح. تكون عامل سلبي لك مو عامل ايجابي، لانك انت تشوف نفسك نجم على ربعك، تشوف نفسك انت والله لاعب مثلا الناس قاعد تنادي باسمك، الجماهير عرفت على المستوى الجماهيري، فاعتقد انت تشوف نفسك على ربعك، لكن احنا ما شفنا هالشيء صراحه يعني، وان شاء الله عسى الله يعني يبعد عنا الغرور على كل لاعبيننا، ان شاء الله قاعد يؤدي قاعد يحاول يساعد فريقه، يعني يمكن من نقاط المتابعه، هذه المتابعه يمكن لو واحد غير يقول ليش اتابع يعني مثلا، عرفت سدد اللاعب بس انه عنده الروح وعنده النزعه الهجوميه ويبي يقدم شيء حق فريقه، فشفناه يعني لاعب ما شاء الله عليه تبارك الرحمن، لاعب بوكس، لاعب هداف. الشوط الثاني بس النقطه يعني لازم نذكرها بخصوص الجهاز الفني صراحه للناسيه اللي انا صراحه اشكره يعني امانه، انه عرف يتعامل مع الشوط الثاني، يعني التغيير اللي صار بنادي الغاتسيه في الشوط الثاني هذا تغيير طبعا يعني اهم اللاعبين طبعا اكيد هم دور في التغيير، لكن ايضا يبغى هذا دور الجهاز الفني، انه قرا الشوط الاول شاف نادي اليرموك مو الفريق اللي هو توقعه في بدايه المباراه او قبل بدايه المباراه، مو الفريق السهل، عرف شلون يتعامل مع المباراه، شفنا نادي الغاتسيه دخل الشوط الثاني يعني قرا مفاتيح نادي اليرموك، عرف شلون يتعامل معاه، وبالتالي يعني اسفر عن تسجيل 3 اهداف غير الهدف الاول في الشوط الاول. جميل. نتكلم عن نتائج الجوله 19 بمنافسات دوري الشباب، فوز العربي على النصر 6-0، وايضا فوز الفهيل على الجهره 2-1، فوز الشباب على صليبيخات 4-3، وفوز الساحل على السالميه 2-1، فوز القادسيه على اليرموك 4-0 المباراه اللي تكلمنا عنها، وايضا فوز الكويت على كاظمه 2-0 المباراه الاولى اللي حللناها، واخيرا تعادل خيطان مع التضامن نتيجه 3-3. العربي يمكن خسر في الجوله اللي طافت، العربي خسر خلينا نقول في الجولات اللي طافت اهدر وايد نقاط، قدر يفوز بنتيجه كبيره في هذه الجوله على النصر. صحيح نتيجه كبيره عبد الله، لكن شوف العربي انت هو في المركز الثالث ومن فرق المنافسه على الدوري، مو بس انه بالمركز الثالث، لا انه في مجال انه ايضا ينافس على الدوري، ونادي النصر هو متذيل خلينا نقول الترتيب يمكن بالمركز ال 14. اعتقد نتيجه يعني مو غريبه ولا انها منطقيه، يعني اعتقد سجلنا نتيجه 6-0 كبيره، لكن بحكم مراكز الفريقين اعتقد انها نتيجه منطقيه. ايضا الاحداث اللي صارت بالمباراه اعتقد النصر نزل بثمان لاعبين يعني شيء يساعد. بالضبط هذا اكيد عبد الله، يعني مو بس شيء يساعد الا هذا يعني شيء اساسي يعني كان في المباراه. العربي في المركز الثالث يمكن يفرق نقطه واحده فقط عن او 3 نقاط عفوا على الكويت صاحب المركز الثاني، لحد الان الفريق ممكن ينافس. طبعا هو الفريق ما زال في 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 المنافسه يعني في دائره المنافسه، اعتقد اليوم ان الضغط اللي صار او اللاعبين والجهاز الفني حطوا نفسهم فيه اكبر من لما كانوا متصدرين، لان انت اليوم اي خساره راح او تعادل انت تبتعد خلاص نهائيا، اليوم انت مطالب في كل المباريات انك تدخل المباريات كانها نهائي وتفوز فيها عشان انت
يعني وها ولازم انت تحط في بالك ان انت الفرق الثانيه تتعثر اللي هي الغاسيه والكويت عشان انت تلحق عليهم وتنافسهم. فاعتقد اليوم يعني الضغط اللي موجود على نادي العربي الجهاز الفني واللاعبين ضغط كبير يعني الله يعينهم صراحه. بس احنا يعني امانه انا يعني قاعد اشوف يعني الكابتن ميثم الشطي ومساعد الكابتن ناصر الشطي قاعد يحاولون ان يهيئون الفريق، قاعد يحاولون ان يعطون كل اللي عندهم عشان يرفعون مستوى الفريق. نتمنى لهم طبعا ان شاء الله التوفيق ولكل الانديه ولكل الفرق باذن الله، الله يوفقهم ان شاء الله. جميل. منافسات دوري الاشبال بعد توقف في الاسبوع اللي طاف راح تعود ان شاء الله باكر في سبع مباريات، يمكن ابرز مباراه راح تكون كلاسيكو الكره الكويتيه قادسيه والعربي. طبعا الغسيل العربي كلاسيكو ديربي ومباراه غمه ومباراه جماهيريه، واعتقد ان راح تكون فيها جماهير يعني يمكن حتى على ايامنا كنا دائما الجماهير تكون حاضره يعني في مباريات حتى مراحل يعني 14 و17 و15 لان لها حلاوه لها نديه خاصه. دائما نشوف المباراه هذه بعيد عن الترتيب وبعيد عن الجدول هي لها منافسه ولها يعني طابع خاص. موسى قال بعيد عن الترتيب، القادسيه بالصداره مبتعد خلينا نقول بالمقابل العربي بالسادس، اعتقد المركز السادس. احمد يمكن سبقنا بالكلام انه بحكم يعني بغض النظر عن ما راح يرجح كفه القادسيه، والعربي انا قلت لك عبد الله انه يملك عناصر ممتاز وكل مباراه اللي قاعد نشوفها ممتعه، وايضا في القسم الاول شفناه مع القادسيه مباراه ممتعه، لكن يفقد التسجيل نادي العربي في مرحله الاشبال. يعني اعتقد مثل ما قال احمد بعيد عن المراكز، العربي في المركز السادس، القادسيه في المركز الاول، واعتقد انه مو الاول بس لا الدوري، لكن تتم مباراه مهمه. وايضا غير انها مهمه عبد الله، القادسيه قاعد يدش في كل مباراه انه ما قاعد يدش مباراه انه انا ماخذ الدوري وتفارق نقاط بعيد عن الكويت، لا قاعد يدشها بتركيز ويبي الثلاث نقاط تحققها. جميل. وايضا يوم السبت في راح يلعبوا منافسات دوري الناشئين ايضا في 7 أو 8 مباريات، ابرز المباريات راح تكون بين الكويت والساحل. صحيح، الكويت والساحل بحكم هم المتصدر، خلينا نقول يعني الساحل للحين في دائره خلينا نقول المنافسه مع الفرق في المركز الثالث، الكويت في المركز الثاني. اعتقد يعني هذه المباراه ما تقل عن يمكن او انها اقوى من المباراه اللي يمكن في مرحله الاشبال. الساحل يمتلك عناصر ممتازه يعني وما يستهين فيها، يعني مو نفس خلينا نقول المراحل السنيه الثانيه لنادي الساحل، لكن فريق منافس ويحاول انه يعدل من نتائجه ويحاول انه ايضا يلاحق فرق الصداره. هالمباراه توقعاتك شلون راح تكون؟ طبعا المباراه يعني صعب ان الواحد يتوقع لان الفريقين يعني مستواهم متقارب، الثلاثه في المنافسه. انا اتوقع التعادل صراحه، يعني كشيء منطقي اتوقع التعادل بضوء النتائج اللي شفناها بين الفريقين والمستويات اللي قاعد يقدمونها خلال الجولات السابقه، اتوقع انها تعادل. لكن قد يكون الفريق يحسمها يعني على الفريق الثاني، هذا امر وارد في كره القدم. لكن الفريقين قاعد يقدمون مستوى طيب، الفريقين قاعد يحاولون يعني هو طبعا في ابتعاد في الصداره بالنسبه للغاسيه، لكن قاعد يحاولون انه يحسنون مراكزهم وانه يصعدون على بعض يعني. فاعتقد ان المباراه راح تكون قويه ونديه حاضره فيها. التعادل راح يكون من مصلحه القادسيه اعتقد. اكيد يعني الفريقين خسرانين، يعني اذا راح القادسيه يبتعد اكثر، القادسيه يتمنى ان منافسينا خاصه الثاني والثالث تعادلوا، يعني كانهم خسروا نقاط ما ربحوا نقطه واحده. عبد الله صحيح، القادسيه راح يلعب في هذه الجوله مع السالميه، اعتقد السالميه مو منافس في اعتقد الكفه ترجح نادي القادسيه. القادسيه يستمر بالصداره؟ اتوقع انه يستمر يعني، لكن السالميه في هالمرحله ترى مو نفس السالميه في مرحله شباب يعني. صحيح. لازم نعرف السالميه في هالمرحله لولا الظروف اللي حصلت كان فريق من المنافسين، كان فريق يمكن في الجولات الاولى كان من الفرق اللي في المقدمه، لكن عامل النقاط وسحب النقاط بالمرحله الثانيه. يمكن السالميه ايضا عنده ظروف في فئه 17 ايضا لاعبين يمكن ناقصين وايد قاعد يروحون هم مثل ما قال احمد، يعني احمد لما قلنا في الحلقه السابقه انه قاعد ياخذون من اللاعبين بالضبط ل 17 وقاعد يستفيد فيهم 19 وقاعد يستفيد فيهم خسر فريقه ب 17 في البدايه. تتذكر كيف صالح في البدايه كان الفريق فيه كان كنا نشوف عنده الامكانيه، لكن حكم انه انت قاعد تاخذ لاعبين توديهم مع 19 عشان تكمل فريق 19 فانت خسرت هنا وخسرت هنا يعني. لما تضحي وايضا ايضا يعني تغيير المدرب يمكن يعني 17 كان ماسكهم الكابتن فيصل بن علي، صعدوا للفريق 19 ومسك الفريقين الكابتن محمد السلمان، فريق 15 فريق 17. اعتقد انه يعني النتائج قام تتحسن خلينا نقول الاحسن، لكن يتم انه بعيد عن خلينا نقول عن فرق الصداره. شيء مرهق طبعا للمدرب اللي أكيد. يمسك مرحلتين. صحيح. النصر يمكن فريق خلينا نقول كان منافس، النصر في مرحله الاشبال
أو في مرحلة عفوا الناشئين، نشوفه في مرحلة شباب يمكن مو منافس في المركز الأخير، لما يصير جاب خلينا نقول بالترتيب بين فريق واحد لكن مرحلتين مختلفين، شنو السبب؟ أمر طبيعي عبد الله، هذا بحكم خلينا نقول يعني الفئة السنية الموجودة عندك، يعني كنت تكون وفرة لاعبين في فئة سنية معينة، وما تكون عندك وفرة لاعبين في فئة سنية مثل ما صار بالنصر، يعني 17 يمكن عنده عناصر ممتازة لكن فريق الشباب ما عنده فريق، يعني خلينا نقول ما عنده عناصر مثلاً صاعده من 17 الموسم اللي فات لفريق 19. اعتقد هذا شيء مهم يعني لجميع الفرق، يمكن القادسيه والكويت يعني نشوفهم بحكم خلينا نقول جميع اتجاهات اللاعبين، لو تقول وين بتروح اروح العربي والقادسيه ولا الكويت، من الاهتمام الموجود بالانديه طبعا عبد الله، ايضا لا نبخس حق الكشافه الموجوده بالانديه، يعني يمكن في اغلبيه اللاعبين ما تكون من يعني من صغرها يعني ماشي بتسلسل من المدرسة من البراعة، لكن لا لكن في ناس قاعد تشتغل في كشاف قاعد تكتشف من أندية ومن أكاديميات قاعد يجيب لاعبين، والاسم عبد الله يعني يقنعك إنك تيجي نادي القادسية ونادي الكويت. وأيضا شوف اللي قاعد لاحظه في القادسية مو بس بالموسم الماسم، إن كل فرق كل مراحل يلعبون في خطة وتكتيك يعني متكامل، عرفت؟ مو تحت 15 لعب تكتيك و17 تكتيك، كلهم قاعد يلعبون نفس التكتيك، فأعتقد هذا قاعد يعطي منظومة حق النادي. جميل، وصلنا للختام. كابتن صالح بريتي يعطيك العافية. الله يعافيك عبد الله. كابتن أحمد موسى يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، شكرا لمجلس إدارة نادي الشباب، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم برنامج أجيالنا، في أمان الله.